أكيد أنت بتحبيني يا سارة، وأنا كمان بحبك، مستعدة تحدى العالم عشانك، مستعد، أنت حر. طول بالك يا غافل. شو دخلك أنت؟ إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان. شوها؟ اتفضلي. هلا. طيب أنا طلعنا، راح أبعت لك 20 عشان ضل عندك رصيد. أنا تحفة، أنا آثار، أنا قديم. سارة، أنا نفسي يا سارة. شو مش مرتاح لي؟ مرتاح لي؟ يمكن فيش طلعتني من المود. إيه؟ إيه؟ روح. صيارك بالموت كمان. غافل. غافل قبل تعال. جم حيد عنك. تعال تعال تعال. وين رايح؟ أقول لك حيد عنك. طيب وش معك قاعد أنت؟ شو بدك؟ وين رايح؟ بدك صحيح؟ أيوة بحب الصحيح. رايح أشتري هدية لخطيبتي. شو؟ شو لشو؟ أنت خطبت؟ أنا ما خطبتش، بس يعني ناوي أخطب. طيب مين هي؟ هي واحدة حلوة وتجنن. طب فرجيني صورتها. لا يا كيف أورجيك صورتها؟ تصير مرتي هاي. طب أنا صاحبك وأخوك. صاحبي ماشي، أوريك صورتها. يلا. غمض. شفتها؟ لا ما شفتش طبعًا. طب فتح. يلا. مش حلوة. كيف مش حلوة؟ هيا ركز، شوف. هاي نانسي عجرم. لا مش نانسي عجرم، شبهها هاي. غافل هاي نانسي. لا مش نانسي عجرم، أقول لك أنت غيران مني. أرصى شو سولفتك، حل عني. يا غافل تفاهم الموضوع غلط، تفهمك شغلي أنا. يا أخي بديش تفهم. يا زلمة يا زلمة طب بس ركز معي. شو؟ هذا الحساب حساب فيك، فيك يعني وهمي، وهاي مش صورتها. يا وهمي مش وهمي، أنت حر، أنا لا تتدخلش بي يا حبيبي، أنا بحب أبوي بتحبني، وأي شيء بتطلبه مني بتجيبي لها إياه. طلبت منك شغلات؟ طلبت بطاقة. هاي حركات قديمة بال2000 كانوا يعملوها، كيف مرقت عليك؟ يا زلمة انت ما عليك، هاي خطيبتي لازم اجيبها اللي بدها اياه. اذا بتحكي ليش خطيبتي يا زلمة؟ هذا حساب شب هذا شب، وحاط صورة نانسي، اذا مش ولد صغير ومش عارف اصلا من هي نانسي. حبيبي الله يرضى عليك، حل عني. ايه؟ غافل شوف انت حر، اعمل اللي بدك اياه، بس بكره مش تندم وتجيني. بتروح. غيران مني. غيران مني. كثير غيران. غيران بتحب مني. نانسي عجرم. غيران. غيران مني. عشانها حلوة، وأول مرة واحدة بتقول لي يا ننوسي. أنا مش عارف كيف كنت عايش بدونك. طيب ابعثي لي صورتك. ليش؟ هذا شعرها مزيت. طيب اقول لك ابعثي لي صورة قديمة. هلا هلا. معناته اللي حكاه عدي صح، انت واحدة نصابة، ثاني مرة لا تحكي معي، انسيني. هاي بلوك. غافل انت اللي عملته كثير صح، اهم اشي هسا ترجع تركز بشغلك، اخر فترة كثير مقصر، وموضوع النصاب هاي خلاص انساه. زي ما بقول عدي، من اليوم وطالع راح اركز على شغلي وخلص. خلص. ثاني تليفونات، ثاني تليفونات، استنى شوي. هلا. ايوه ولا يهمك يا زلمه،
اي راح ابعث لك اقوى رجل بالعالم صديقي. ايش مالك تلفونك صديقي؟ ايش في فاتني؟ عرب عرب شوفي شوفي عرب. شوفي غافل. لا حول ولا قوه. معقول تايه؟ أكيد. لا يمكن إذا بدك مكتب مدام زيزي هناك. لا أنا مو تايها وما بدي مكتب مدام زيزي، أنا جاي عشانك يا غافل. أنا سارة أحمد. شو؟ سارة؟ أنا سارة أحمد، أنا طول الليل عم ببكي مو عارفة أوصل لك، أنا بحبك كتير. أنا آسفة، بليز ارجع لي، بليز. غافل معلش شوي بس. دقيقة بس تسأل السؤال، والله السؤال. عاد اسالك سؤال واحد بس. هسا انت ليه مش حاطه صورتك؟ بدك الصراحه انت احلى من نانسي. انا بقول لك ليه. شو؟ لانه انا من انا وصغيره بتنمروا علي، كنت تخينه وما بحب شكلي ابدا. ما بتحب شكلك؟ لا. طب عاد احكي لك كمان شغله. انت احلى شي داخل المجمع. جد؟ والله ببنى مسح. خلاص ايش مالك؟ طب عاد كمان سؤال. اسال ابوك هسا. ماشي بتفضل اسال. هسا انت تحبي غافل؟ ليش بتحكي هيك؟ عدوى انا بموت فيه لغافل، مش بس بحبه. بعد اذنك ثواني بس. ابو حمزه حبيبي، اخوك غافل مزنوق. بدي الطاوله هاي، الحلاق بستناك وهي ورا حبيبي. تعال خذ البوش وجيب لنا اثنين كركديه لو سمحت. اتفضلي اتفضلي غافل. انا اذا بضل هون بنجلط ماشي. عادي كمان سؤال؟ خلاص ولا نص سؤال. هيني رايح خلاص. خدني معك. اهلا وسهلا، نورتي شرفتي. اهلا فيك يا غافل. غافل في اشي لازم احكي لك اياه عشان ما اكون بكذب عليك، بس بدك توعدني بشغله انك اذا بتعرف ما تتركني. انا اتركك، سولفي اللي بدك اياه، انت تأمري. انا يا غافل اسمي الحقيقي مش سارة احمد. سارة محمد. لا 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 مش صارة أصلاً. وأنا بتفرقش عندي لو كنتي أقول لك وائل جعفر. طب هاي أنا اسمي غافل وعادي يعني، شو ما كان اسمك قولي لي اسمك. اسمي فوستي فانوليزا. شفت؟ لا صدمت. لا لا ما انصدمت، بس أنا كنت بفكر هو بالفا ولا بالثا يعني. لا بالفا. بالفا فوشة وفوشة ونيفة. بعرف. تعرف؟ لا هو أنا كان قصدي بس إني بدي يعني أكتب اسمك على التليفون وأخذ رقمك بس. طب يلا جيب تليفونه. جيب تليفون جاي. تفضلي هاي تليفوني، اكتبي لي الرقم. تفضل. شو من وين وصلك مسج؟ لا ولا من حدا. كيف يعني ولا من حدا؟ يعني عادي هاي بيجي. هيك انبعتت لك لحالها يعني؟ عادي. هات اشوف. شو؟ جيب دجاجة بدينار ونص. دعاية. شو مين طلب منك دجاجة؟ دعاية دعاية. لا تكون بتخوني ومتزوج علي يا غافل، لا حول ولا قوة. مين بده يربي معاي سعد ورعد وياسمين؟ بدي اربيهم لحالي انا؟ هلو. هاي خطبتني وتجوزتني وطلقتني وربتني وعيشتني واحنا بعدنا قاعدين. أتشو. لا 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 على فكرة انت كتير متغير علي يا غافل، ابدا ما كنت متوقع انك عديم الاحساس هيك. عديم الاحساس؟ عديم الاحساس. ليش؟ ما شفتني بعطس. ما بتعرف تحكي لي صحة؟ صحة شو؟ على فكرة أنا حاسة إنك أنت بدك ياني أموت ويحلالك الجو مع حبيبة القلب تاعتك. أصلاً شو اسمها؟ أقول لك ما بدي أعرف شو اسمها، وأنا وياك ما بزبط نكمل مع بعض. فيسو فيسو فيس فيسو فيس شو اسمها؟ فيسو فيس فيس. وصلت الدار وأنا مش عارف شو اسمها، والله ما عارف أصلاً هاي لو اتجوزتها شلون بدي أدلعها أصلاً. هالدنيا طلعت نزلت راحت عالفاضي، انسى الهموم وجرب تضحك عالماضي. تعلم من كيسك اوعى تنسى خميسك يا رجل. احكي منيح حاول تضحك جرب. لا
لو طال العمر غافل قاعد فايق هون سكيورتي معك عدو مسيطر انا قد الكون عارف فضل ارحيل بس عندي لا تقريب تحكي منيح وحاول تسلم تضحك